ووصلنا لمساحة جديدة ضمن صباحنا غير لليوم، وحنروح للفن التشكيلي اللي هو من أجمل الفنون، وهو دائما بياخذ صورته ولوحته من أرض الواقع. الفنان اليوم قادر أنه يتخيل الواقع ويروح ليصيغه بطريقته، عن طريق الريشة، عن طريق اللون، عن طريق هذا الخيال الحلو. واليوم نحن أكيد وقت بنروح على أي معرض بنستمتع بتفاصيل ممكن ما تكون مفهومة بالنسبة لنا، ولكن بتلامس مشاعرنا. اليوم ضيف مساحتنا لليوم هو الفنان جهاد صالح، وهو فنان تشكيلي. يسعد لي صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباح الاخبار السوريه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. خلينا نرجع للبدايات مع حضرتك. الموهبه بدات من وقت كان عمرك 12 سنة. كان ضمن مشاركه مدرسه، يعني مشاركه بمدرسه بمعرض التابع لوزاره التربيه، فكنت مقدم 4 لوحات. فمن حظ انه قدمت 4 لوحات، يعني كانت لوحه حلوه رائعه، يعني كان عنوان يعني مؤثر كثير، فهي كانت عن الاطفال والحرب. نعم. فكانت هي، فكان ترتيبي هو المركز الثالث على مستوى الفلسطينيه، المركز الاول على مستوى سوريا. تمام. حاليا شو؟ حاليا صرنا 20 سنه بحلم 20 سنه هيك، فعملنا معرض بال 2015، فكان فردي، يعني كان يعني هو داعم يعني بالموضوع، بتعرف انقطاع فترات طويله، ورجعت هلا انا عم ننسق على معرض، يعني هلا في تجهيزات لمعرض كبير، يعني ان شاء الله يكون فاتحه خير، يعني بنقولها يعني مجهزين يعني هلا انا متجه اتجاه. عم نحكي اليوم عن زمن عمر بالموهبه والرسم، اليوم من 12 سنه 20 سنه ذكرت حضرتك، اليوم فرق سنوات، هدول السنوات شو اضافوا؟ شو عطونا؟ شو خلونا نغير وجهه نظرنا ب في اخطاء نحن اكيد حنتجاوزها، وفي شيء نضيفه. فهلا هيك تجاوزت مرحله كثير، انه انا صرت هلا بالموضوع الرسم اتقن هيك موضوع، يعني كان في كنت خوف كنت بس انك هلا صرت اتقن بالرسم الواقعي، الرسم الواقعي. فالبورتري كثير انا هلا يعني بال 2022 حسب الطلبات كانت عندي، كان عندي 30 طلب، يعني هيك 30 طلب، وكثير عالم صرت اتميز بالبورتري كثير، يعني صرنا نلاحظ نرمين صار في طلب كثير كبير على موضوع البورتري. يعني ليه برايك؟ يعني الناس هيك عم تحب، الناس كثير بتحب. انا للاسف كان في لازم نجيب لوحات معنا، فهيك كان في مره ثانيه وحخبرك انه كان في عم برسم، يعني في رسومات البورتري كثير رائعه بتكون، يعني بتكون اللي عم تشوفيها انه صوره اساسيه، انك انت انا رسمتك بتقولي هي انا. فانا كثير كانت شهاده بعتز فيها من كثير عالم اشتغلت لابوتريهات، وكان يحكوا لي انها عم تعطي روح للوحه. تماما، لازم نجرب اكيد. وهذا السؤال اللي كنت بدي اسالك اياه بفن البورتري، دائما اي فنان تشكيلي ايضا رغم انه في خطوط اساسيه وعناوين اساسيه، الا انه في روح، في لمسه معينه الفنان بيقدر يتركها. شو بيتميز هذا الفن عن غيره؟ كيف قدرت انت تتميز فيه؟ انا تميزت فيه انا ليك من طريق اول شيء ليك الالوان. الالوان اللي بجيبها يعني هي الوان مستورده، خلينا نحكي عنها. فتميز بالالوان، يعني انت ريشتك هي حتى تعطيك الروح، روح اللوحه. يعني انا اليوم رسمتك، فانت بتشوفيها، يعني هلا بتصير معي كثير، يعني رسمتك بنوع، رسمتك بنوع، بس تشوفي، بس تشوفي على الواقع بتقولي لا هي بدها تحكي اللوحه. كثير شغلات حلوه البورتري، يعني كثير هو العالم بتبعد عنه. انا كثير عالم قال لي بعد شوي انك فوت بالخيال، لا بس البورتري كان كثير انا تميزت فيه. خلص في شيء، في ناحيه اي حدا فينا بيبدع فيها فبيشتغل عليها. خلينا نحكي اليوم عن المعارض والمشاركات. اليوم شو بتقدم للفنان؟ وهل اليوم الفن التشكيلي ضمن البلد هو بخير او نحن ناقصنا دعم؟ الصراحه ناقصنا دعم كثير ناقصنا، يعني الفنان في كثير شباب سوري موهوبين، في يعني كثير ناس موهوبه بس انه بالدعم للاسف. يمكن اليوم بنقصنا الدعم المادي اكثر شيء. المادي للاسف، كمان الموضوع انه المواد صارت غالي كثير، يعني ان شاء الله بتنحل هاي الامور. واليوم نحن اكيد باي فن سوري بحاجه لدعمه. اكيد. كان لو نحكي هيك سريعا، لك مشاركتين بعام 2004 وبعام 2015، نحكي عنهم سريعا والتحضيرات القادمه اذا في معارض جديده. 2004 كانت تحت رعايه السيد الاولى، قدمت 4 لوحات ففازت لوحه واحده، فكان تكريم كثير رائع من السيد الاولى. بال 2015 فكان معرض فردي، يعني كان هو يعني خيري، عامله لحافل خيري، فاشتغلت فيه انا دعم لجمعيه خيريه. تمام. دائما العمل المشاركات بتحفز الفنان وبتعطي خبرات جديده مع
فنانين ثانيين، يعني هي بتبادل خبرات بتحسها ضمن المعارض. هو صحيح هذا. في هلا عم نحضر ل 2000 بالمعرض الجديد كبير، يعني حيكون كمان شغله كبيره انه حتكون في دعم من جهات حكوميه. نعم. دعم كبير فيه. نحن اليوم هذا بحاجته هو الدعم. الدعم الكبير. اكيد. نتمنى لك التوفيق بمسيرتك وبأعمالك القادمة بالمعارض أو بغيرها من الأعمال. الفنان التشكيلي جهاد صالح، شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لصباحك ونورت صباحنا يا هلا.